بحث قضائي حول تريبورتور عرض الشرطيين للخطر. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ومرافقه، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومقاومة عناصر القوى العمومية وتعريضها للخطر. وأوضح بلاغ للمديرية أن عناصر الأمن كانت قد باشرت عملية إخضاع دراجة ثلاثية العجلات تريبورتور تفتقر للوحات الترقيم لعملية مراقبة بحي السلام في مدينة سلا يوم السبت، غير أن سائقها رفض الامتثال وقام بجر موظف شرطة عدة أمتار مخترقا نقطة مراقبة أخرى بشارع الزربية في نفس المدينة، الأمر الذي تسبب في إصابة موظف الشرطة بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. كما شددت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقطع فيديو نقل جزءا من هذا التدخل الأمني، وحاليا يجري استغلال هذا التسجيل من أجل تحديد هوية المشتبه فيهما في أفق توقيفهما وإخضاعهما للأبحاث القضائية الضرورية. وأظهر مقطع الفيديو صوره أحد المواطنين رجل أمن يعرض سلامته للخطر وهو يحاول إيقاف سائق دراجة ثلاثية العجلات، بينما واصل الأخير السير بسرعة في الاتجاه المعاكس مهددا حياة الشرطي. وظهر رجل الأمن ممسكا بعوارض خشبية يحملها صاحب التريبورتور الذي كان بمعية مساعده، وهو يحاول إيقاف المركبة لكنه عجز عن ذلك وسقط على الرصيف، فيما واصل صاحب الدراجة ثلاثية العجلات السير. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.